بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اليوم العلمي المميز الذي يجمعنا لنستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد. إنه لشرف لنا أن نستضيف الدكتور ياسر الحميدي، مدير المختبرات العلمية في جامعة حمد بن خليفة في قطر، الذي سيأخذنا في رحلة مثيرة لاستكشاف آفاق جديدة وواعدة في هذا المجال الحيوي. وتعتبر الطباعة ثلاثية الأبعاد من التقنيات الرائدة التي أحدثت ثورة في العديد من الصناعات، بدءاً من الطب والهندسة وصولا إلى الفن والتعليم. هذه التقنية المبتكرة تتيح لنا تحويل الأفكار والرؤى إلى واقع ملموس بطرق لم تكن ممكنة في الماضي. إنها تعيد تعريف مفهوم التصنيع والإنتاج، وتفتح أبوابا واسعة للإبداع والابتكار. نحن على ثقة بأن محاضرة الدكتور ياسر ستقدم لنا معلومات قيمة ورؤى عميقة حول تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد وإمكاناتها المستقبلية. ندعوكم للاستمتاع والمشاركة بفعالية في هذه الجلسة العلمية، ونتمنى أن تكون هذه المحاضرة فرصة لتعميق فهمنا وتوسيع آفاقنا. وقبل أن ننقل الكلمة لسعادة الدكتور ياسر الحميدي، أود أن أذكر شيئا بسيطا من سيرته العلمية. فالدكتور المهندس ياسر الحميدي يحمل شهادة الدكتوراه في الميكاترونيكس من فرنسا، ويعمل حاليا مدير للمختبرات العلمية في جامعة حمد بن خليفة في قطر. وقبل ذلك عمل الدكتور ياسر في جامعة تكساس اند ام اي اند ام، إحدى جامعات المدينة التعليمية في قطر، حيث انضم للجامعة عام 2007 قادما من جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة. وفي العام 2018 عين الدكتور الحميدي كمحاضر زائر في جامعة تكساس اي اند ام ليدرس المواد العلمية المتعلقة بالتصاميم الهندسية ضمن برنامج الهندسة الميكانيكية. أسس الدكتور ياسر عام 2016 البرنامج الهندسي الإثرائي، والذي يعتبر الآن أحد ركائز مركز التدريب والتعليم في جامعة تكساس اي اند ام. حصل على 3 منح بحثية في الأعوام 2018 و2021 و2022، وفي عام 2021 حصل على شهادة تقدير عميد الكلية لإسهاماته الكبيرة في ذلك العام، كما حصل على العديد من الجوائز التقديرية لإسهاماته وبحوثه المتميزة في مجال الميتاكرونيكس والهندسة الميكانيكية، والتي لا يسع المجال ذكرها جميعا. ختاما نشكر الدكتور ياسر الحميدي على تلبيته دعوتنا، فبارك الله فيكم سعادة الدكتور، ولكم الصلاحية، فتفضل مشكورا مأجورا. تفضل دكتور ياسر، الصلاحية معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا على استضافتي في هذه السلسلة من المحاضرات القيمة، وشكرا أخ عدنان على المقدمة الجميلة. أنا أول مرة بسمع المقدمة في اللغة العربية، وهي صراحة يعني من أجمل اللغات، فأنا استمتعت في تقديم البايو باللغة العربية، جزاكم الله خيرا. كما ذكرت أخ عدنان، أنا حابب المحاضرة أن تكون تفاعلية حتى أستطيع أن أسيرها بالطريقة التي تناسب الحضور، لأن موضوع الطباعة ثلاثية الأبعاد هو موضوع متشعب جدا، وله يمكن نقاشه من زوايا مختلفة. طبعا سأبدأ بتعريف بسيط كما ذكرت أخ عدنان، أنا مؤخرا يعني التحقت بجامعة حمد بن خليفة، ولكن في آخر 17 عاما كنت يعني أعمل مع جامعة تكساس A&M University of Qatar.
فللأسف لم أستطع، يعني الوقت لم يسمح لي أن أغير اللوجو، ولكن معلوم أني حاليا مع جامعة حمد بن خليفة. فالطباعة ثلاثية الأبعاد أو الـ 3D Printing طبعا المتعارف عليه في الماركت هو مثل في اسم علمي واسم تجاري. فالاسم التجاري هو الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن الاسم العلمي هو الـ Additive Manufacturing أو التصنيع الإضافي، ممكن أن يسمى. وفكرة التصنيع الإضافي هي فكرة بسيطة جدا عندما بدأت يعني، وتطورت مع الوقت حتى وصلنا إلى مرحلة كما ذكرت عدنان، هي من يعني هي الثورة، تعتبر الثورة الصناعية الرابعة. طبعا بدأنا الآن في الثورة الصناعية الخامسة، لكن الثورة الصناعية الرابعة هي التي أدخلت الطباعة ثلاثية الأبعاد في الصناعة. فكرة الطباعة ثلاثية الأبعاد فكرة بسيطة جدا، أي طبعا هي لها علاقة في التصنيع. إذا أردنا أن نصنع أي قطعة معدنية أو غير معدنية أو حتى بلاستيكية، فتؤخذ هذه القطعة إلى برنامج، وهذا البرنامج يقوم بتقسيمها إلى قطع مختلفة أو بيسموها سلايسز. وبعدين هذه السلايسز تعالج في الكمبيوتر، وبناء عليه تعطى الأوامر للطباعة سلايس باي سلايس، يعني لاير باي لاير أو طبقة طبقة. طبعا في يعني سأتحدث عن تقنيات مختلفة لطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن الفكرة هي نفس الفكرة تماما، هي يعني كأن احنا نجزئ هذه القطعة لمختلف الطبقات، ومن ثم نلصق هذه الطبقات لحتى نشكل الجسم المراد. الطباعة ثلاثية الأبعاد تشمل طباعة معادن وتشمل طباعة المواد البلاستيكية، وهناك تقنيات مختلفة لكل منهما. طبعا سأسرد هذا على السريع، وإن شاء الله أحاول توضيح بعض هذه التقنيات. لا نستطيع طبعا أن نغطي كل هذه التقنيات. ف مثلا الستيريو لوثوغرافي الـ SLA والسلكتيف ليزر سنترينج اللي بيسموها الـ SLS والفيوز ديبوزيشن موديلنج اللي هي الـ FDM والديجيتال لايت بروسيس DLP والمالتي جيت فيوجن بولي جيت، هذول كلهم متخصصين بطباعة المواد البلاستيكية. آخر تقنيتين اللي هم الدايركت ميتال ليزر سنترينج أو بيسموها السلكتيف ليزر ميلتينج والإلكترون بي ميلتينج الإي بي إم، هذول تقنيات متخصصة بطباعة المعادن. ما أردت أن أقوله من هذا السلايد أن هناك طباعة ممكن أن تتم للمواد البلاستيكية وهو حاليا المتعارف عليه في السوق، ولكن هناك أيضا تطبيقات لا حصر لها لطباعة المعادن. سأركز بشكل سريع على التقنيات الأربعة المبينة هنا، ونبدأ بالستيريولوثوغرافي. كما هو واضح يعني في هذا الفيجر، بيسموها الستيريولوثوغرافي أباراتوس، عبارة عن سائل أو ريزن. هذا السائل طبعا هو حساس للألترا فايولت للضوء، وعندما يتعرض للضوء في أماكن معينة فهذا هذه المنطقة تتصلب وتنتقل من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. فبناء عليه كما ذكرت سابقا، إذا أردنا أن نطبع أي جسم بهذه التقنية فهذا الجسم بادئا يتحول إلى طبقات مختلفة، ومن ثم الطابعة هذه تقوم بطباعة هذه الطبقات طبقة طبقة، طبعا من خلال هذا الألترا فايولت سورس. كل طبعا يكون في عنا إحنا سائل
نستخدم الالترا فيولت يعني لتصليب هذا الطبقه. بعدين البيلد بلاتفورم اللي موجود بينزل بمقدار معين اللي هو بيسموه البرينتنج ريزولوشن، ومن ثم نقوم ب تحويل الطبقة الثانية إلى مادة صلبة، وهكذا حتى نبني البارت كامل. التقنية الأخرى اللي هي تستخدم أيضا في المواد البلاستيكية، ولكن في هذه التقنية بدل من أن نستخدم سائل نستخدم باودر. وهي الباودر كما ترون هنا في عنا الرولر يقوم ب نشر هذه الطبقة من الباودر في هذه المنطقة. وبدل من أن نستخدم الألترا فيولت للسائل، نقوم باستخدام طبعا في هذه الحالة الليزر، لأنه الباودر تحتاج إلى طاقة أكبر لحتى نحولها إلى حتى تنصهر يعني. فبنفس الطريقة تماما، إحنا طبقة طبقة نستطيع أن نشكل هذا البارت، وكل طبقة يتم صهرها وتجميعها مباشرة. بعد هذه العملية يتم خفض هذا اللي هو بسموه البيلد بلاتفورم بمقدار البرينتينج ريزولوشن اللي حكينا عليه. أكثر تقنية معروفة ومنتشرة حاليا، يمكن الجميع يعرف هذه التقنية اللي يسموها الفيوز ديبوزيشن موديلينج. اعذروني ما أعرف يعني تعريب لهذه الكلمات، ولكن هي تقنية جدا بسيطة. كما ترون هنا لدينا أسلاك من المواد البلاستيكية، وهذه الأسلاك تدخل في رأس الطباعة. طبعا رأس الطباعة كما ترون هناك هيترز، مسخنات. هذه المسخنات تقوم بصهر المادة البلاستيكية، وهذه المادة البلاستيكية يتم استخراجها من هذه الفتحات الموجودة في الهيد في رأس الطابعة. وأيضا يتحرك هذا كما ترون هنا. ليش اسمها طباعة ثلاثية الأبعاد؟ لأنه في عندنا ثلاث محاور يمكن أن يتحرك فيها. رأس الطابعة يتحرك بالاتجاه الـ XY، وفي عندنا البيلد بلاتفورم يتحرك باتجاه الزي اكسس يعني الاتجاه الرأسي. يعني كسابق التكنولوجيز، دائما البارت كما ذكرنا يقوم بتحويله إلى طبقات مختلفة، وبعدين يتم صهر البلاستيك الموجود في هذا الهيد طبقة طبقة. طبعا اسمها ديبوزيشن افيوز. ديبوزيشن افيوز مينز هي لصق الطبقات المختلفة، لأنه احنا حتى يظهر لدينا جسم كامل لازم هذه الطبقات المختلفة يجب أن تتحد كطبقة أو كجسم واحد. فالفيوزد هو هذا المعنى تبع الاتحاد هذه الطبقات لتشكل جسم واحد. طبعا سأري بعض الأمثلة لهذا الموضوع. إذا انتقلنا للمعادن، طبعا الموضوع يعني أعقد بكثير عندما يتم طباعة المعادن، لأنه تحتاج إلى طاقة أكبر بكثير لحتى تصهر يعني. فهذه طبعا أشهر تقنية موجودة، وأول تقنية كانت ظهرت لصهر المعادن أو لطباعة المعادن. فيها يتم استخدام ما يسمى الفيلمنت، وهو من مادة التنجستين. طبعا مادة أو هذا الفيلمنت يتم تعريضه إلى جهد أو فرق في الجهد عالي جدا، يصل إلى 60 كيلو فولت 60,000 كيلو فولت. وبعد ذلك طبعا يتم تسخين هذا الفيلمنت إلى تقريبا 1200 درجة مئوية، وهذا يسهل طبعا خروج الإلكترونز من الفيلمنت. فتتجه هذه الإلكترونز تقريبا ما يقارب نصف سرعة الضوء لتنتقل من خلال هذه الوشائع التي تتحكم باتجاه الإلكترونز لتصل، وطبعا تلتقي مع الباودر اللي موجودة في هذا البيلد بلاتفورم. طبعا هاي اللي بسموها
كينيتيك انرجي اللي موجوده في، او الطاقه الحركيه اللي موجوده في هذه الالكترونز، بس تصطدم بجزيئات الباودر تتحول الى طاقه حراريه. هذه الطاقه الحراريه طبعا هي التي تصهر هذه الجزيئات للباودر، وهذا الصهر هو المطلوب طبعا بمناطق معينه، مشان هيك هي سيلكتيف از ويل، يعني بتصهر المعدن بمناطق معينه، وكمان طبقة طبقة حتى يظهر لنا الشكل. طبعا لما نحكي على ليش احنا نستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد، شو الفوائد تبعها، ليش هي تعتبر ريفولوشن. التصنيع هو نوعين، ما يسمى الأديتيف مانيفاكتشرينج أو التصنيع الإضافي، أرجو أن تكون الترجمة صحيحة، والسبتراكتيف مانيفاكتشرنج اللي هو التصنيع الطرحي خلينا نسميه. فطبعا السبتراكتيف مانيفاكتشرنج هو التصنيع المعروف اللي هو الليث والميلينج ماشينز، أو ما يسمى بالخراطة في اللغة العربية. فأنت لديك المادة الخام في الصناعة اللي هي في الـ Subtractive Manufacturing، لديك المواد الخام، وأنت من خلال استخدام أدوات معينة تأخذ من هذه المادة الخام حتى تشكل هذه المادة الخام بالشكل التي تريده. أي هي الخراطة أو ما يسمى بالـ Lathe and Milling Operations. طبعا هذا كما تعلمون يتطلب تدريب كامل، يعني إذا أردت أن تتدرب أو تشغل الأجهزة اللي هي سي إن سي ماشينز، هذا يمكن يتطلب منك أن تتدرب لمدة عام على الأقل حتى تستطيع أن تكون مشغل لهذه الأجهزة. بينما الطباعة ثلاثية الأبعاد حسب طبعا، إذا كانت طباعة بلاستيك قد يكون أسبوع وقت كافي لتصبح مشغل، يعني حتى إلى حد ما محترف. بالنسبة لطباعة المعادن طبعا تحتاج وقت أكبر، قد يصل إلى 6 أشهر، ولكن الفترة اللازمة لتعلم التقنية نفسها أقصر بكثير بالنسبة للطباعة ثلاثية الأبعاد بالمقارنة مع الصناعات التقليدية. فهذه من ناحية. من ناحية أخرى طبعا، ما في كونه إحنا نستخدم additive manufacturing ما عم ناخذ إحنا من الماتيريال حتى نشكل هذا الجسم بالطريقة المطلوبة، فهذا يعني إنه إحنا ما عم ما عم we are not generating waste من هذه المعادن، يعني ما في عندنا زوائد أو بقايا خاصة لتشكيل هذا الجسم كما في الصناعات التقليدية. في waste لا يستهان به يخرج من هذه الصناعات. طبعا إعادة التدوير هو شيء ممكن في الحالتين. الموضوع المهم جدا بالنسبة لطباعة ثلاثية الأبعاد هو موضوع الـ customization أو الـ flexibility، المرونة في التصنيع. يعني مثلا يمكن الكل يعلم عن موضوع الانجكشن مولدنج او الحقن، ادوات الحقن والالات تبع الحقن. انت بحاجه انك تصنع قالب، فاذا اردت تغيير التصميم الخاص بك يجب ان تغير هذا القالب. المعروف ان قالب الحقن في ما يسمى الانجكشن مولدنج التكلفه فيه $5,000، فانت كل ما اذا اردت عمل تعديل بسيط على هذا القالب عليك أن تغير القالب كامل وتصنع قالب جديد طبعا، والتكلفة غالية. بالنسبة لل 3D printing هذا الموضوع كل ما عليك أن تعمله هو أن تغير الملف، الذي ملف التصميم الخاص للطباعة. بمجرد ما غيرت الملف بالتعديلات الجديدة فأنت يعني جاهز لطباعة هذا الجسم الجديد. فهذا اللي حكينا عنه بالنسبة لل flexible design، يعني أنت شو ما كان التصميم تبعك تستطيع ببساطة أن تحول هذا التصميم إلى جسم ملموس. طبعا في البدايات الطباعة ثلاثية الأبعاد كانت تستخدم للبروتوتايبنج، يعني بس لعمليات التقييم لأجسام معينة، إنك تشوف هل هذا الشيء صالح أو غير صالح.
بس طبعا مؤخرا حاليا تستخدم لما يسمى الفانكشنال بارتس، يعني انت فعليا ما يتم طباعته ما يتم طباعته بهذه التقنيات ثلاثية الأبعاد هو أجزاء يمكن استخدامها في أجهزة، في أي شيء، في سيارات، في أي شيء تريد. فبس البداية كانت طبعا ما يسمى بالرابيد بروتوتايبنج، أو يعني التصنيع السريع، اللي هو من أجل التقييم، أغراض التقييم فقط. تكلمنا عن طبعا انه الويست اللي بيطلع من طباعه ثلاثيه الابعاد مقارنه بالصناعات التقليديه قليل جدا. وطبعا الكوست مثل ما حكينا، انت لست بحاجه انه تعمل قوالب حقن او حتى اي امور اخرى، كل ما عليك، فهذه كوست افكتيف، يعني الكوست فيها طبعا اقل بكثير من الطباعات التقليديه. قد يخطر بالبال يعني الابليكيشنز، طبعا هذا الموضوع كان عليه صعب جدا انه احصر الامور اللي ممكن انه تستخدم فيها طباعه ثلاثيه الابعاد. بعدين يعني يمكن قبل ربع ساعه من المحاضره قررت اضيف بعض الامور اللي احنا عملناها في الجامعه لحتى تتوضح الصوره. ف يعني لما نحكي على الصناعة، إحنا الاندستري حالياً سواء بالأويل أند غاز اندستري ولا في حتى الأذر اندستريز، السبير بارتس موضوع مهم. طبعاً كما تعلمون الدول قوتها من قوة الصناعة فيها، ومن هنا تأتي أهمية الصناعة يعني أو طباعة ثلاثية الأبعاد. حاليا مع المشاكل تبع الشحن بين الدول والأمور المعقدة في عمليات الشحن والعلاقة في السياسة والأمور هذه كلها والاضطرابات السياسية، موضوع الشحن موضوع صعب، وهذا يؤدي إلى يعني lead time لحتى أنت تصلك القطعة بعد ما تطلبها وقت كبير جدا. فمن هنا جاءت مؤخرا أحد أهم الميزات للطباعة ثلاثية الأبعاد، اللي هي قطع الغيار، سواء هذه القطع الغيار للسيارات أو لأي شيء آخر أنت تستخدمه. لست بحاجة أن تنتظر حتى تطلب هذه القطعة من بلد آخر وتأتي بها. طبعا في حالات مثل الكورونا مثلا كان صعب جدا، أنه حتى لو معك فلوس، معك يعني كل ما تبغى، إذا ما عندك صناعة حاليا أنت غير قادر على أنك تواجه أي شيء حتى لو كان مرض. يعني من هنا طبعا بلشوا يحكوا على السبير بارتس وقطع الغيار وأهمية تواجدها، وكيف أنه هذا ممكن يسهل وطبعا كوست افكتيف، لأنه حاليا التوجه العالمي كله باتجاه ما يسمى الديجيتال انفنتوري. الديجيتال انفنتوري بدل ما يكون عندنا في عندنا مخزن، وهذا المخزن فيه كل قطع الغيار اللي ممكن تحتاجها، كل ما تريده أن يكون عندك كمبيوتر، وهذا الكمبيوتر فيه ديجيتال كوبي من هالقطع هاي، وفي حال احتجت أي قطعة من هذه القطع عليك بطباعتها. هذا يسمى ديجيتال انفنتوري، يعني يعني الستور اللي هو قائم على الديجيتال تكنولوجي نفسها. وفي شيء آخر اسمه تيرمينولوجي هيك يستخدم حاليا في موضوع الصناعة، اللي هو اون ديماند مانيفاكتشرينج، يعني أنت تصنع بناء على الحاجة. لأنه بعض الأحيان شو اللي بصور، وهذا الكلام يعني أنا من خلال الاجتماعات اللي قضيتها مع كثير من الشركات، لما حتى تطلب قطع غيار، فهذه القطعة طبعا لازم تطلب كميات كبيرة، وبعدين انت تحطها في المخزن وقد تستخدمها وقد لا تستخدمها. فالاون ديماند مانيفاكتشرينج او التصنيع بناء على الحاجه حل كثير من المشاكل، بما فيها طبعا الوقت الذي تحتاجه لحتى تطلب هذه القطعه. والامر الاخر انه يعني انت تصنع القطعه عند الحاجه، اذا ما احتجتها لا تصنعها. طبعا موضوع
البرودكت ديزاين اللي هو ممكن نعمل عليه محاضرة أخرى، اللي هو موضوع مهم جدا. مثل ما حكيت لكم يعني في how to develop products، هذا موضوع مهم جدا. مثل ما شايفين هون بالصورة هذا جيت انجن، بس هذا جيت انجن 3D printed from polymers، هذا للأعراض العرض بس والشرح والأمور. حتى بالبرودكت ديزاين فور يعني لأغراض النقاش يعني بين أعضاء فريق التصميم. وممكن طبعا بالطباعة ثلاثية الأبعاد اللي هون مسمينها الأديتيف مانيفاكتشرينج AM، ممكن تحصل end use products. يعني في كثير شغلات حاليا في الموتور سايكلز، في السيارات، حتى في الطيارات، هي يعني مطبوعة طباعة ثلاثية الأبعاد. الميديسن موضوع كبير. أنا الجزء اللي اشتغلت فيه بالميديسن هو موضوع ما يسمى knee replacement، يعني تبديل الركبة. طبعا في الهيب ريبليسمنت اللي هو تبديل الورك. هذه كلها طبعا النقطة اللي حابب أذكرها هنا اللي حكينا عنها بالنسبة للflexibility بال3D printing، إنه في يعني في السابق كان هناك قياسات معينة، والدكتور يختار القياس الأقرب قياس مناسب للمريض. حاليا بالتكنولوجيا الموجودة، سواء كان في عندنا الإكس راي ولا الإم آر آي سكانرز، فاللي بصير بالمشافي حاليا الفايلز اللي هي تبع الاكس راي والام ار اي اللي هي بسموها دايكوم داتا، هذه الفايلز تعطى الى المصمم المختص، وبروح المصمم المختص اللي هو طبعا عنده اكسبيرت وعنده خبره في تصميم هذا النوع من الاعضاء، بيتم تصميم هذه القطع لحتى تماما تكون مناسبة بيرفكتلي للمريض. هاي صار يسموها شغلة اسمها البيشنت سبيسيفيك امبلانتس، اللي هي زراعات يعني خاصة لهذا المريض. فأنت حاليا ما عم تعمل شيء قياسات وستاندردز، أنت عم تعمل قطعة، هذه القطعة هي مختصة لهذا الشخص تحديدا. طبعا هذا ينطبق على كثير أمور ممكن يعني نحكي فيها. الإديوكيشن معروف إنه طباعة ثلاثية الأبعاد بلشت تتغير وتسهل طبعا كثير بمواضيع بالإديوكيشن، لحتى في بعض التوبكس أو المواضيع اللي هي صعبة إنه يتفهمها الطفل أو حتى الكبير حتى. فهذه المواضيع ممكن إنه تبسطها من خلال إنك تعمل مجسم صغير للقلب مثلا، اللي هو شغله من الشغلات الصعبه انه الانسان يفهمها كيف يشتغل القلب. لما كنا صغار كنا نستصعب هذا الموضوع. حاليا ممكن تطبع قلب يعني وتفرجيه للاطفال وتشرح لهم كيف عمليه الضخ للدم. هذه صوره لواحده من الطابعات اللي موجوده في المبنى عندنا. واحنا طبعا بالكورسات بنخلي الستودنتس، بنخلي الطلاب يطبعوا المشاريع تبعهم بشكل إنه يقدروا يشوفوا شو الشغلات اللي هي أخطأوا فيها، يتعلموا من أخطائهم بعدين يعدلوا التصاميم تبعهم يرجعوا يطبعوها مرة أخرى. ففي ماشينز كبيرة مثل ما شايفين، هي واحدة من الماشينز اللي السايز تبعها لا بأس فيه، ممكن تستخدمها لطباعة يعني مش مشروع واحد، وإنما مشاريع متعددة للطلاب. هذا مشروع آخر للطلاب. طبعا إحنا حتى في المختبرات في الجامعة بلشنا نستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد. طبعا هذا الكلام قديم جدا مش حديث. لما يصير عندنا أي مشكلة بواحد من حتى الشغلات الإكوبمنت البسيطة اللي موجودة بالمختبرات، مثلا خرب هذا الويل، صار عندنا في مشكلة يعني في انزلاق، المطاطة تنزلق بطريقة معينة، وهذا الجهاز عبارة عن ستيرلينج انجن. فكان موضوع بسيط جدا، رحنا احنا بس طبعنا تو جيرز، وهدلون التو جيرز استخدمناهم بدل من الديزاين السابق، وصار يشتغلوا الاكسبيرمنتس عادي ما في اي مشكلة. كنا نعمل كومبيتيشنز، فانا بس حبيت هاي الصورة حطيتها لفرجيكم انه طبعا هذه ممكن يكون فانكشنال بارت. هذا درون اخذ جائزة من الجوائز طبعا، هذا الستودنت تخرج حاليا بيشتغل يعني في أحد الشركات.
وطبعنا هذه بواحدة من الماشينز اللي موجودة عندنا، وطبعا قطع وبعدين جمعنا هذه القطع لحتى نعمل هذا الدرون. في شغلات مثل ما حكينا بالإديوكيشن صعب إن الإنسان يفهمها، مثل بعض أحيان الهيت إكسشينجرز، سواء ما يسمى بالفلات بليت أو حتى الشيل تيوب هيت إكسشينجرز. فإحنا بنطبع هاي الأمور وبنتناقش فيها مع الطلاب وبنفرجيهم يعني كيف تعمل. طباعة ثلاثية الأبعاد طبعا عم تستخدم بهذه الماكتس أو المودلز لمدن وأبنية، تستخدم طريقة جيدة وجميلة جدا بالاركتكتشرال ديزاين وحتى بالماركتينج للريل استيت، بالاكزيبيشنز تبع الريل استيت. ارت ديزاين اولسو، في عندنا بقطر هون شيء اسمه اس 7 اي جيس، اللي هو مكان خاص بيشتغلوا على 3 دي برينتينج جاست فور فاشن. فطبعا موضوع الجويلري، الديزاينات اللي بتشوفوها حتى ل المعادن الثمينة كلها بالأساس هي مطبوعة طباعة ثلاثية الأبعاد من مواد شمعية، وبعدين هذه القوالب استخدمت لحتى يتم فيها صب المعادن الثمينة وتتشكل بالطريقة المطلوبة. هاي القطع هلا رح نجي عليها، بس هذه القطع احنا طبعناها في الجامعة من البرينتر اللي هي حكيت لكم عنها، الالكترون بيم ميلتينج. وهذه طبعا هذه كدني او كليه كمان تم طباعتها، وفي صور عليها حين بفرجيكم اياها ان شاء الله. حبيت كمان فرجيكم بعض الريسيرش اللي كان يشتغل في طباعه ثلاثيه الابعاد، اللي هو له علاقه بالاندستري كمان. هذا واحد من البروجكتس اللي له علاقه بالكاتاليست، طبعا في كاتاليكال كونفرتر في عوادم السيارات مثل ما تعلمون، وهذا لحتى يتم التقاط الـ CO2. فكان المطلوب طبعا جماعة الكيميكال انجينيرنج بيفهموا بهاي الأمور أكثر منا، بس كان المطلوب إنه نعمل شيء شبيه بهذا الجسم طبعا ليزيد مساحة التفاعل أو الرياكشن مع بالكاتاليست. فطبعناه من مواد بلاستيكية وطبعناه من تيتانيوم مواد معدنية، وتم تجريبه طبعا في المختبر وكان في له نتائج. يكون هذا هو الجزء اللي تم طباعته واللي تم استخدامه وعمل التجارب عليه. طبعا التجارب مختلفة جدا، منها حتى الضغط، انخفاض الضغط بين بداية ونهاية الكاتاليست كيف ممكن تكون. كان عندي طالب من الطلاب كان عنده هواية في السيارات، وكان عنده سيارة يعني بحاجة إلى شوي تعديلات، فقرر انه يغير الانتيك مانيفولد. طبعا عمل عليها تجارب كثيره، طبعا بلش في التصميم وتصميم مختلف الانواع يوزنج السوليد ووركس، فشاف كل انواع ال انتيك مانيفولدز والثروتل بودي انترفيسز اللي موجوده في السياره، وعمل عليها يعني عمل مختلف التصاميم. وبعد ما علمها أعمل هذه التصاميم، طبعا للشرح فقط، الهواء يأتي من هذه الجهة للمحرك تبع السيارة وينطلق إلى، طبعا إذا كانت يعني أربع فور سلندر يعني كار، الهواء بيروح على السلندرز من خلال هالرانرز هذول. فبعد ما عمل كل هالتصاميم عمل حتى سيميوليشن مشان يتأكد إنه تدفق الهواء خلال للأربعة للفور سلندرز هو نفس الفلو ريت. فشاف هذا حسب طبعا للفاينل ديزاين، يعني هو كان عنده فاينل ديزاين بعد ما هو حاول يجرب مختلف الديزاينات. فاينل ديزاين كان انه يشوف الرنرز، هذا الرنر 1
هذا الرانر 2 اللي طبعا تدفق الهواء في الرانر 2 للانجن، نفس الشيء عمل الرانر 3 كمان، شاف الفلو ريت والفور. بعد ما اعتمد التصميم، طبعا احنا هذا بسموه السي اف دي كومبيتيشن اوف فلويد داينامكس، هو احد السيميليشن تولز اللي نستخدمها مشان نتاكد من بعض ال يعني to validate the design. يمكن hopefully هذا شوي رح فرجيكم عملية طباعة المانيفولد نفسه. طبعا هذا اللي عم يتحرك هو الهيد، والهيد مش مثل ما شايفين فيه له تو نوزلز اللي هي بتم استخراج البلاستيك منها. ليش اثنين؟ هلا بحكي لكم. فهذا تم طباعته طبقة طبقة حتى وصل لهذا العلو يعني. وليش عنا في اثنين نوزلز؟ لأنه احنا في عنا بعض الأماكن لازم تكون فيزيكلي يعني فيزيائيا سبورتد مدعومة، مشان ما بتقدر انت يعني انه تنزل البلاستيك في الهواء. ففي بعض الأماكن مثل هذه الأماكن هي بحاجة إلى دعم فيزيائي، فبنستخدم لها مادة أخرى. هي المادة طبعا سهل إنك تشيلها، فإحنا بس نشيل هذا البارت من البرينتر. هي المادة البيضاء اللي موجودة هون كلها بتنشال بالإيد بطريقة أو بأخرى، وبنستخدم بس الموديل ماتيريال. طبعا هذا بلاستيك ما المفروض يستخدم داخل السيارة، بس كان يعني فحص سريع أو تيست سريع لهذا الانتيك مانيفولد، اشتغل بطريقة جيدة. طبعا إذا كان بدك تجربه بطريقة أو حتى تعمله كإند برودكت، لازم يتم تصنيعه بطريقة مختلفة تماما. بس هذا مثل ما حكينا كان هو بروتوتايب، يستخدم بس لحتى يتم فحص كفاءة القطعة قبل ما تروح نحو التصنيع. يعني في كثير يعني أبحاث سويناها كنا نضطر فيها نستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد لحتى نقدر نبني السيت اب كامل. يعني أنت للسيت اب كامل بعض الأحيان أنت بحاجة لقطعة معينة حتى يكون السيت اب جاهز تقدر تعمل عليه اكسبيرمنتس. واحد من البروجيكتس كمان اللي كنا ساعدنا فيه هذا بسموه الباور بار. هذا إذا يعني تم تصميمه كامل وطباعته بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، واستخدمناه لحتى نحول هذا الكرسي الويل تشير إلى موتورايز ويل تشير، بمعنى إنه ما بدك أنت مو بحاجة تستخدم إيديك حتى تشغله، في معك ريموت كنترول. هون في عنا موتورز، طبعا هي الموتورز هي اللي بتحرك الكرسي. فهذا تم طباعته كما ترون هنا كامل بطريقة طباعة ثلاثية الأبعاد من البلاستيك والبوليمرز. آخر شيء حبيت أحكي عنه اللي هو قبل ما نفتح يعني طب الموضوع النقاش، يعني واحد من الشغلات اللي حسيتها مفيدة جدا سويناها اللي أخذنا السيتي سكان مثل ما حكينا إحنا، وقدرنا نعمل 3D موديل، موديل 3D لهاي كيدني وذ كانسر بسرطان، وطبعناها طبعا طباعة ثلاثية الأبعاد. هاي حاليا عم تستخدم بشغلات اسمها بسموها البري سيرجيكال ترينينج، يعني الجراح قبل ما يقوم بالعملية تماما يستطيع تجريب الأدوات على شيء مطبوع قبل ما يتم طبعا إجراء العملية الفعلية. فهو لما يتم يعني فتح المريض لإجراء العملية وإزالة الورم بيكون فعليا
متدرب على هذه الطريقة قبل ما يعمل الجراحة الفعلية. وراح فرجيكم شغلة، هذه طبعا اللي احنا طبعناها، وراح فرجيكم الاكتشوال كيدني يعني الكلية الفعلية. هذه هي الكلية الفعلية، وهون انا كنت مظبطها على اساس تجي فوق هاي وتشوفوا تماما انه فعليا نفس فعليا نفس المطبوع. انا طبعا الموضوع كبير كثير بكل ما تعني الكلمة من معنى، فاسمحوا لي اوقف هون ونخلي الموضوع نقاش اكثر ما هو انه بس انا عم بحكي على هذه موضوع الطباعة. ما بعرف إذا في أي حدا حابب يعلق أو يناقش بموضوع معين. تفضل دكتور قبص، تفضل. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر حضرتك على هذه المحاضرة الممتازة والرائعة والوصف يعني البديع جدا لهذه المحاضرة ولهذه المادة اللي نتمنى إن شاء الله تكون موجودة بكل مكان وخاصة مستشفياتنا. ما أدري، العفو، أسأل حضرتك يعني بصفتي إني أقرب للاختصاص الطبي، الوقت اللي ياخذه طباعة البروموتايب مثل هاي الكدني اللي طبعتوها؟ طبعا أنا بس يعني لازم يعني أحكي إنه هذه طباعة من مواد بلاستيكية مش طباعة، لأنه في شيء اسمه بيولوجيكال برينتينج، هذا موضوع مختلف تماما. وبصراحة أنا الشيء الوحيد اللي ما دخلت فيه أبدا، مع إني تقريبا اشتغلت بكل أنواع الطباعة ثلاثية الأبعاد إلا البيولوجيكال برينتينج، لأنه بحسها بعيدة شوي عن مجال تخصصي. فهذه اللي أنا فرجيتها هي من مواد بلاستيكية. الوقت اللي بتاخده يعني هي طبعا لها علاقة بشغلتين، الوقت له علاقة بدقة التفاصيل اللي أنت حابة تحصل عليها، يعني إذا كان في تفاصيل أكثر فالوقت الطباعة بياخذ طبعا وقت أكبر، والحجم طبعا إذا كان الحجم أكبر فالوقت، بس هي ما زالت التقنية نفسها ما زالت بطيئة. يعني مثل الكدني هاي اللي أنا فرجيتها ممكن تاخذ يعني مثلا 6 hours او اكثر من 8 hours maybe لحتى تكون جاهزه. بس الحلو والجميل بالموضوع انه انت مش بحاجه تكوني حتى جنب الجهاز، لحتى انت بس عندك الفايل الكاد موديل اللي بدك تطبعيه، اللي هو مثل ما حكينا انت بجوز اذا عندك دايكوم داتا بتعملي يو بيلد في سوفت وير باكجز تو بيلد ال 3 دي موديل، وبس بتحطيه بالطابعة وتروحي انت مثلا ثاني يوم تجي بتلاقي الموضوع جاهز، يعني ما مو بحاجة انت تكوني يعني جنب الطابعة. شكرا جزيلا. حياكم. طبعا انا اعذروني شوي، يمكن كنت في مسافر ورجعت كان في عندي نقل بيت وهالامور هذه كلها، ففي فيديوهات موجوده على الانترنت بتشرح بطريقه تفاعليه اكثر. انا حبيت بس انه خليكم تكونوا يعني تشوفوا اهميه الطباعه ثلاثيه الابعاد، بعدين اذا تروح على اليوتيوب تكتب 3D printing راح تشوف شغلات جميلة ودقيقة. تفضل أخ يونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صوتي مسموع؟ واضح جدا. شكرا لك دكتور على هذه المحاضرة. أنا لم أكن معكم في بداية المحاضرة، فقط في نهايتها، لكن الموضوع للأسف. جيد جدا وموضوع يهمني، يعني لأنني أنا في مجال الميكانيك، أستاذ في مجال، أنا ديزاينر، أعمل على جميل برنامج سوليد ووركس وإنه جميل بلونكا، جميل وعملت كثيرا على الطبيعة الثلاثية الأبعاد.
وأظن أنه على السؤال للأستاذ، يعني في طباعة المواد الكلاسيكية هي على حسب نوع الطابعة ثلاثية الأبعاد، تختلف على حسب السرعة وعلى حسب النوع الكلاسيك المطبوع. أكيد أكيد. فيه مثل البيلا والأبيس، وفيها مواد أخرى حاليا، وفي حتى الآن كما قلت أستاذنا في بيولوجيك 3D برينتينج، وأنا حاليا قمت بتصميم عدة يعني منتجات في مجال إعادة التأهيل، يعني في تجربتي يعني مدة 10 سنوات تقريبا في الطباعة، في التصميم والطباعة. ما شاء الله، إيه يعني بارك أود أن الله فيك. أشارك طبعا هذه هو أشكرك. أنا حكيت على تفاصيل اللي هي جزء، أتوقع يعني جزء مهم جدا بالوقت، لأنه أنا بدي إذا بتسمحوا لي بس إذا رجعت للبرزنتيشن، كان في كنت فرجيت بالنسبة للكاتاليست. أنتوا لسه شايفين البرزنتيشن صح؟ يعني أعطيكم مثال، هذه تعتبر مواد أو بالأحرى تصاميم دقيقة جدا. يعني أعطي هذا طبعا مش كبير، مثل ما شايفين الهايت هو بس 10 سنتي، بس مشان تاخذوا فكرة إنه الموضوع هو الموضوع اللي بسموه الجيومتري، يعني الشكل الهندسي للقطعة. هذه القطعة البلاستيكية أخذت بتقنية الـ FDM، عشان كمان نكون واضحين إنه مثل ما حكيت هي تختلف من تقنية لتقنية. هذه أخذت 7 أيام مع إنها صغيرة جدا. طبعا كإلكترون بيم ميلتينج وميتال هذه أخذت يوم كامل. بالنسبة للميتال أسرع طبعا، لأنه عم نحكي على إلكترون بيم ميلتينج فهي أسرع. بس هذه التفاصيل، يعني أنت إذا بدك تطبع نفس هذا الحجم بدون تفاصيل بجوز ياخذ يعني 6 ساعات مثلا. الموضوع بسموه دقة الطباعة، يعني موضوع كمان مهم جدا اللي هو البرينتينج ريزولوشن. الماتيريال يمكن لما نحكي على الماتيريال هي مور على موضوع ما يسمى البرينتينج بارامترز، يعني انت كيف تجهز الطابعة لتطبع هذه الماتيريال أو هاي المادة بطريقة جيدة، لأنه كل مادة إلها خصائصها بالنسبة للحرارة، إلها الفيزيكال بروبرتيز تبعها وهالأمور هذه كلها. أستاذ، تفضل. الله يزيد فضلك، يعني رأيت أنك جعلت التصميم، في قلت أنه هذا التصميم يعني بالمادة المستعملة لا يمكن أن يستعمل في السيارات. طبعا انا ما عم بحكي، انا اخ يونس صح، انا شوي مراعي، انا ما عندي بقى يعني ما عندي فكره عن خلفيه الاخوه اللي حاضرين المحاضره، نعم فعم بحاول ابسط الامور. يعني نعم فهمت عليك. طبعا في مواد بلاستيكيه تتحمل ضغط حتى وحراره، يعني احنا عملنا اكسبيرمنتس. اخ يونس انت صار لك 10 سنين، انا صار لي 20 سنه في المجال، ما شاء الله. عاملين كل الامور هاي. حتى احنا بالانجكشن مولدينج كمان، انا اعذروني يعني يمكن بعاني شوي انه عم بترجم للعربي. نعم موضوع الانجكشن مولدينج احنا استخدمنا مواد بلاستيكيه لقوالب، يعني قالب من مصنوع من ماده بلاستيكيه تحمل ضغط عالي وحراره عاليه، وفي عندك البيك وغيرها من المواد اللي تتحمل درجات حراره عاليه جدا حاليا تستخدم، ولها طبعا برنترات خاصة فيها موجودة في السوق، أغلى شوي من البرنترات العادية. دكتور، موجود في الشات أسئلة، هل ممكن تنصحنا باسم طباعة ممكن تستخدمها أو نستخدمها كاستخدام بيتي، وما نوع المواد المستخدمة في الطباعة؟ هذا سؤال. وفي سؤال ثاني، هل سيتاح للأفراد اقتناء طابعات ثلاثية الأبعاد داخل المنازل في المستقبل القريب، وما مدى التكلفة المتوقعة عندئذ؟ عفوا أخ عدنان، أنا بس
لسبب أو لآخر ما بشوف التشات كأنه. تمام، سأقرأ السؤال أنا دكتور. أنا عرفت السؤال بس أنا فيني أشوف التشات مشان أي نعم، متاح، نعم متاح دكتور. خليني أنا ستوب شيرينج أحسن. تمام. تمام. طبعا الله يجزيكم الخير، الطابعات ثلاثية الأبعاد موجودة في المنازل من أكثر من 10 سنين، يعني حتى أنا أذكر من أكثر من 10 سنين أعطيت طلاب مدارس يعملوا طباعة ثلاثية الأبعاد. فطبعا هي بتولد بعض الدخان اللي قد يكون غير صحي، فبدها شوية انتباه، بس لا غير هيك يعني هي سيف، وممكن الطلاب يشتغلوا عليها أو الأولاد في البيت يشتغلوا عليها. أنا عندي الأولاد عندي طبعا بيستخدموها بشكل دوري، يعني طباعة ثلاثية الأبعاد، فهي موجودة في البيوت من زمان، مو شيء جديد يعني. وبالنسبة للنوع، طبعا سؤال جميل، لأنه إحنا بنجرب كثير يعني في الجامعات، بنجرب كل أنواع الطابعات. أعتقد المختبر الموجود معي هو يمكن أضخم مختبر، مش على مستوى الشرق الأوسط، في العالم، كعدد وأنواع واختلاف يعني تكنولوجيز موجودة. فحتى على مستوى الطابعات الصغيرة جربنا كل الأنواع. كان سابقا في نوع اسمه بروسا، حاليا طلعت برينتر أفضل منها بكتير اسمها بامبو. هاي الأسماء ممكن أنا أزودكم فيها. فالبامبو حاليا أنا هي البرينتر الموجودة عندي، الكواليتي اللي بتعطيها يعني مخيفة، يعني جميلة جدا، تعطي كواليتي بطريقة يعني تحس إنه هذه كأنه مستخدمة يعني مثلا بالإنجكشن مولدينج، طابعينها مش إنه أو مصنعينها، مش إنه 3D printed. والجهاز طبعا ممكن أنت حسب الأوبشنز، إذا بنحكي بالدولار ممكن يكلف من $700 إلى $1200، مش أكثر من هيك. فأنت فعليا خلينا نجيب يعني هذه المسكرة المرتبة الكويسة، $1200 فقط السعر. لا هذا المبلغ في قطر مبلغ بسيط، بجوز ببعض الدول مبلغ كبير شوي. بالنسبة للمواد يعني عادة الـ ABS، الـ PLA، في الـ ASA، حسب انت شو الابليكيشن. حتى باي ذا واي يعني في ما يسمى ب الروبر لايك ماتيريال، اللي هي مثل المطاط، مواد مرنة ممكن أنت تطبعها وتستخدمها، يعني يطلع عندك الجسم المطبوع هو كأنه شيء مطاطي يعني. هذا كله ممكن تساويه في البيت، يعني ما بحاجة أنت تروح تجيبه من برا. بس طبعا أنت بحاجة أنك يكون عندك قدرة تصميمية لا بأس فيها. ممكن تتعلم طبعا على التصاميم، واللي ما بيعرف تصاميم في بالإنترنت طبعا فايلات، هذه الفايلات متوفرة، ملفات عفوا يعني للطباعة، يعني بدون ما تدفع أي شيء ممكن تنزل هذه الملفات وتستخدمها في الطابعة. فالأمور فيها سعة يعني. نعم دكتور، الله يكرمك يا رب يحفظك. أحبتنا الكرام، ما زال باب الاستفسارات والمداخلات مفتوحا، فمن أحب أن يطرح سؤالا على الدكتور فليتفضل أو يطرحه في صندوق الدردشة الشات. نعم أحبتنا الكرام، بإمكانكم رفع أداة اليد رايز هاند. دكتور ياسر حياكم الله وجزاكم الله خيرا على المحاضرة الماتعة المفيدة الممتازة. يجزيك الخير الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. دكتور، عودا على كلام حضرتك على موضوع المواد والماتيريالز المستخدمة في الطباعة، وفي منها بتحمل ضغوط وحرارات ولا استخدامات معينة. هل ممكن نحن يعني السؤال الأول نحصل ماتيريالز مثلا موجود، انا مثلا بشتغل بالقطاع النفطي والصناعه النفطيه، هل ممكن احنا نلاقي مواد ممكن تشكل منها مثلا البايبات ولا مثلا السكروز ولا الفلنجات الضخمه والفالفز للصناعه النفطيه، ولا لساتنا كثير بعيدين عن الموضوع؟ ليش عم اسال السؤال؟ يعني
بصراحة الصناعة النفطية كتير بتعتمد على سعر التوريد وعلى السبلاي تشين، فصار في عندك مشكلة مثلا في أحد الأماكن الخاصة مثلا مثل الريموت أرياز، وما قدرت توصل هالماتيريالز بالوقت المناسب أو بالسرعة المناسبة، فممكن يعني تأخر وتعمل مثلا ممكن مشاكل وممكن تعمل كوارث مستقبلا يعني. صحيح صحيح فموضوع صحيح البرينتينج هذا ممكن يعوض هالماتيريال زي، فبكون جدا جدا ممتاز. طبعا الموضوع موجود، وحاليا احنا عم نشتغل مع شركتين، ما عم نشتغل مع شركة شيل، وعم نشتغل مع توتال انيرجيز على وحتى عم نشتغل مع هون في قطر كابكو. سو اللي عم نشتغل مع شيل، اللي هن شيل وتوتال، هن بالاويل اند جاز اندستري، عم نشتغل على الميتال 3 دي برينتينج، يعني طباعة المعادن. بالنسبة لكابكو البروجكت هو على البوليمرز، على المواد البلاستيكية. ف حاليا احنا بنينا جهاز بيشتغل بالروبوتيك ارم. هذا الجهاز قادر على أنه يطبع أجسام كبيرة من المعدن. فالتكنولوجيا حتى موجودة عندنا باللابات، بيسموها DED Direct Energy Deposition، وهي مثل الولدينج، يعني مثل طريقة الولدينج اللي بيستخدم للحام المعادن. فممكن تبني فيها أحجام كبيرة جدا، وحاليا قريبا إن شاء الله راح نبلش نشتغل على طباعة واحد من الفالفات فور لشيل. طبعنا شوية شغلات لتوتال لها علاقة بالجيرز بالمضخات، في شغلات طبعناها لشيل لها علاقة بالكولينج فانز، هي المراوح التبريد. فلا الموضوع يعني، وطبعا بالنسبة لل، نسيت طبعا احكي انا، مشان هيك يعني شوي خليت البرزنتيشن مختضب، لأنه يمكن الأسئلة هي أفضل إنه يتم النقاش فيها حسب يعني الأودينس الموجود. في أصلاً بحث كامل على شو هي المواد اللي ممكن أنت تطبع فيها. فحالياً في يعني different alloys ممكن أنت تستخدم معادن مختلفة. يعني اي شيء بدك اياه بتساويه انت، يو سينثيسايز او تشكل المعدن اللي بدك اياه، الالوي اللي بدك اياه تطبع فيه. كل اللي عليك تعرفه انه كيف تتعامل مع هالمعدن هذا. طبعا المعادن المعروفه هي صارت يعني تاريخ، يعني موضوع التيتانيوم، موضوع النيكل الويز، الستيل، ديفرنت تايب اوف ستيلز، هذا كله صار حاليا موجود ومطبوع، وفي عليه سيرتيفيكيشنز موجوده اصلا. في شركات اويل اند غاز صارت تحط هاي البرنترات بالاوف شور مثل ما حكيت، مشان اذا اعتازوا شيء يطبعوه مباشرة يعني. وطبعا التكنولوجي نفسها عم تستخدم مو بس للطباعة، عم تستخدم للتصليح، لانه بعض الاحيان انت لما تستخدم مثلا شغلات معينة بالحفر بالابار وهالامور، فبتتاكل هاي الامور هاي، فبتطلع هذا البارت احسن ما انت تشتري واحد جديد بتاخده وبتعمل يعني بترجع بتشكله وبتصلحه بطريقة انك ممكن تستخدمه مرة اخرى. هذا كله بجوز للناس اللي بتشتغل بالاويل اند جاز اندستري، بيعرفوا قديش هذه الامور مكلفة، قديش بتوفر على الشركات مليونز اوف دولارز، بليونز سوري دولارز. فكله كله موجود، واللي موجودين الاشخاص اللي موجودين بقطر ممكن يشرفونا، نفرجيهم هاي على يعني مرأى العين، يشوفوا التكنولوجي ويشوفوا دفرة يعني كل انواع الطباعات. تقريبا عندنا كل انواع الطباعات الموجوده في العالم، كل التكنولوجيز ببوليمرز ولا حتى بميتال. اخ نصر ابو عباده، تفضل اخ نصر. ممكن الأستاذ عدنان تعطي صراحة الصوت للأستاذ نصر؟ نعم أعطيته يا دكتور، نعم بإمكانه التحدث، فقط يفتح المايك ويتفضل. باش مهندس نصر؟
طيب دكتور، في أسئلة بالشات نطرحها على حضرتك بما الأستاذ نصر يدخل معنا، ما رأيك؟ تمام، تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا إذا أستاذ صار نصر. الصوت مسموع، تحياتي للجميع، وبالأخص الدكتور ياسر. دائما الدكتور ياسر متألق وما شاء الله دائما بتحفنا الله يجزيك خير. بهالمحاضرات يعني اللي هي مستوى عالي جدا، يعني ما شاء الله عنك. ولكن الله يجزيك. سؤالي في هذا الموضوع، ورغم أني يعني دخلت متأخر بهذه التقنية، تقنية الطباعة، هل هناك محظورات على هذه التقنية؟ يعني هل يعني وإذا كان السؤال غير مفهوم، يعني في أشياء لا يمكن أني أنجزها لأسباب تقنية أو لأسباب، خلينا نقول أنه يعني في هناك نوع من القيود عليها؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، صحيح إحنا لسه بجوز رغم أنه هاي التقنية ليست يعني قديمة جدا وليست أيضا جديدة جدا، ولكن ليست منتشرة بالحد اللي يعني صارت يعني متوفرة بين يعني خلينا نقول في كل الأماكن. فهل يعني هذا له علاقة في عدم مثلا جدواها أو لعدم إمكانية إنه الوصول إليها لدى الجميع مثلا أو لدى كل، لأنه مثل هاي المسألة مثل ما تفضلت ممكن استخدامها في كثير من يعني الأمور، حتى قطع الغيار، حتى الأشياء. هاي النقطتين إذا كان في بالإمكان الإجابة عليها، وشكرا لوقتك. جزاك الخير باشمهندس نصر. ما في عائق انك تعمل اي شيء بطباعة ثلاثية الابعاد، يعني ممكن تعمل فيها اي شيء بيخطر ببالك، ويعني اعني ما اقول اي شيء، حتى اسلحة وغير اسلحة، شو بدك تساوي بطباعة ثلاثية الابعاد؟ ممكن، بس طبعا القيود هي قيود أخلاقية، خلينا نسميها مبدئيا. وأتوقع حاليا بلشوا يشتغلوا على يعني شو هي النظم الحاكمة للطباعة، لأنه حتى فيها خطورة في بعض الحالات أنك ممكن تساوي قطع مختلفة. ففي أساليب أنا ما بدي أحكي عليها، لأنه يعني ليس هذا يعني المكان للحديث عنها، بس طباعة ثلاثية الأبعاد طبعا في قلق شوي من استخدامها بطريقة، ف يعني في وقت من الأوقات القريب جدا راح يتم يعني إصدار بعض القوانين الناظمة لاستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد. بالنسبة للموضوع ليش هي قديمة حديثة، الكلام هذا دقيق جدا جدا. يمكن أنا بشوفها، وهذا اللي بحكي عنه دائما، طباعة ثلاثية الأبعاد هي للدول الصغيرة اللي ما عندها التصنيع اللي بسموه الماس برودكشن لكميات هائلة مثل الصين. يعني دولة مثل قطر أو حتى أغلب الدول العربية صناعة طباعة ثلاثية الأبعاد هي جيدة. ليش ما انتشرت كثير بالبلاد الأخرى؟ هي موجودة طبعا، بس ما زال هناك تقنيات قد تكون أسرع للماس برودكشن من الطباعة ثلاثية الأبعاد. فدول مثل الصين وأمريكا، وإذا التصنيع بالنسبة لهم يعني ما راح يكون تصنيع عدد معين من القطع، ما في حاجة إنه يستخدموا. طبعا في حالات لازم تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد، لأنه في بعض النماذج المعقدة، الأشكال الهندسية المعقدة، ما فينك أنت تعملها سي إن سي مثلا ماشيني، لازم تكون 3 دي برينتر. وهلأ صار في تكنولوجيا جديدة اللي بسموها الهايبريد، اللي هي نفس الوقت أنت عم تعمل طباعة ثلاثية الأبعاد وعم تعمل كمان طباعات أو صناعة تقليدية، دمجوهم بجهاز واحد مشان يطلع تطلع القطعة جاهزة مباشرة للاستخدام، ما في داعي إنك تعمل فيها أي شيء. بس التوقعات طبعا في القريب العاجل إنه هذه تكون صناعة من الصناعات الضخمة جدا في العالم.
ما بعرف إذا جاوبت على السؤال أخ نصر. نعم دكتور، الله يكرمك. في سؤال من منير السيوفي يقول: هل هذه التقنية ممكن نفكر فيها لمشاريع تجارية صغيرة؟ قمتم بذكر محاسن هذه التقنية، ممكن تلخيص الصعوبات التي تواجه هذه التقنية لتكون شائعة أكثر؟ والله أنا ما بشوف في صعوبات حتى تكون شائعة. أنا بالمحيط تبعي كل الناس عندها 3D printers، تستخدم ال 3D printing. يعني أنا بدون مبالغة عندي يعني أطفالي أو أولادي لما كانوا في عمر تقريبا ال 12 وال 13 سنة كانوا عم يستخدموا هذه التقنية. يعني تستخدم للمشاريع الصغيرة ممكن، بس حاليا يمكن المصاعب إنه أنا اللي بشوفه، طبعا بجوز الناس ما عم تسمع، بس أنا بشوف إنه في كثير ناس دخلت في هذا المجال، فهو صار مجال يعني موجود، ومثل أي مجال آخر في ناس كثير دخلت فيه، فبصفي الأسبقية للناس اللي ممكن تبدع في هذا المجال. مش موضوع يعني التكنولوجي موجودة وصارت يعني بمتناول الجميع، السؤال اللي بيطرح نفسه أنت كيف ممكن تستخدمها بطريقة إبداعية بشكل انك تعمل يعني من وراها بزنس. حاليا انا نسيت احكي لكم، يعني انا كمان هذا الموضوع اشتغلت عليه، في مفروشات كامله 3D printed. انت اذا بس بتكتب بجوجل 3D printed furniture مثلا، راح تشوف في شغلات عجيبه، مفروشات معمولها 3D printing واشكال صعب انه تساوي بالطرق التقليديه، هي فنيه للغايه طبعا بتكون، وفيه لها أشكال جميلة جدا. فممكن فرنيتشر، ممكن قطع أثرية، في استخدامات لا حصر لها، بس بدك يعني هي ممكن ديفينتلي هو بزنس ضخم جدا، بس بدك تعرف كيف تشتغل فيه. فهو التشالنج فيه مش تكنولوجيكال، يعني ما هو تقني، التشالنج فيه هو بزنس وايز، انه انت كيف هاو تو ماركت ذس بزنس. نعم دكتور، في أكثر من سؤال يكرر صراحة عن المواقع المجانية التي ذكرتها للتصاميم، هل يمكن تزويد الحضور بهذه المواقع؟ هلا اكثر موقع اعتقد مجاني بس بدك تسجل فيه اسمه، وهذا فيه طبعا تصاميم حتى هندسية، يعني مثلا حابب انت فالف، حابب شوية قطع هندسية، ممكن تشوفها موجودة في واحد اسمه جراب كاد، هذا بتنزل فيه كل الملفات وبتستخدمها وبتطبع مثل ما بدك، ومثل ما حكينا في يعني في شغلات يعني متعوبة عليها، مش إنه شغلات بسيطة، ممكن تكون هندسية. طبعا في شيب ويز للشغلات اللي هي الاكسسوارز والشغلات التجميل وما تجميل، اعتقد شيب ويز هو another يعني ويب سايت. شيب ويز البرينتر اللي حكيت لكم عنها عن جد هي أفضل برينتر حاليا موجودة في العالم بالحجم الصغير، اسمها بامبو. يعني أنت جست جوجلت وتطلع لك تفاصيل كاملة عنها، وشو في منها، لأنه اللي بتجي مغطاية في منها تجي مفتوحة. طبعا بين مغطاية ومفتوحة هي شو المواد اللي أنت ممكن تستخدمها، لأنه في مواد بلاستيكية بحاجة إنه تكون الحرارة على ليفل معين، وفي مواد بلاستيكية بتطبعها بدون ما يعني حتى لو مفتوح على الإير كونديشنينج ما في مشكلة. نعم دكتور، الله يكرمك، يا رب ويحفظك. الله يجزيك كل طيب خير. نعم، ناخذ مشاركات أيضا دكتور أم نكتفي؟ لا لا، إذا في ناس أنا ما عندي أي مشكلة ناخذ مشاركات، إذا في طيب حدا عنده أي سؤال. نعم دكتور، حياكم الله. نعم أحبتي الكرام، ما زال باب الاستفسار والمداخلات مفتوحا،
فمن أحب أن يطرح سؤاله فليتفضل برفع أداة اليد لإعطائه الصلاحية. ما فهمت السؤال. أنا تبع السيل كالتشر. سؤال بالنسبة لل 3D printing، قنوات التعليم لا حصر لها، يعني ممكن تروحوا على القنوات اللي هي مثل الإيدكس، وطبعا هاي إذا ما بدك تاخذ سيرتيفيكيت اتس فري. كورسيرا مثلا، طبعا عندك اليوتيوب، انت اليوتيوب أداة مخيفة للتعليم، يعني ممكن تعمل 3D printing وشوف شو يطلع، يعني مواقع كثير تعليمية. أنا مثل ما حكيت بالنسبة للريزن 3D printers، اللي هي كنت حكيت إنه لما تكون أنت عم تطبع بوليمر أو بلاستيك، في عندك 3 أشكال للطباعة. أما بتكون أنت المادة اللي عم، يعني الأساس هي عبارة عن ريزن، يعني سائل، وهي تكنولوجي بسموها ستيريولوثوغرافي أباراتس SLA، أو ممكن تكون الشيء اللي عم تطبعه هو باودر، يعني عم تشكل أنت جسم من باودر، هي بسموها Selective Laser Sintering SLS. أو إذا كنت عم تستخدم أنت يعني هذلون الخيطان البلاستيك بسموها الفيلمنتس، هاي بسموها الـ FDM اللي هي Fused Deposition Model. بالنسبة للريزن برينتينج، بصراحة حاليا صار يعني من الخيارات الأفضل بالنسبة للبوليمر برينتينج للأسباب التالية. أول شيء سريع، لما أنت عم تعمل SLA، يعني عم تطبع بالريزن السائل، فبتاخد سرعة أفضل من البرينترز الثانية، فهو سريع. تاني شيء يعتبر أدق أنواع الطباعة، يعني إذا بدك تطلع عندك تفاصيل دقيقة جدا، فالخيار هو إنك تروح على الاس ال اي اللي هي طابعات الريزن. وحاليا لما طلعوا الريزن برينترز كانت بس للبروتوتايبس، بس حاليا في فانكشنال بارتس. أنا مؤخرا طبعت كولينج فان لشيل بريزن برينتر، يعني بتعطيك يعني سترونج بارتس، قطع قوية جدا، ممكن تستخدمها أنت كفانكشنال بارتس. نعم، في مخاطر دكتور على يعني الصحة إيه صح، مثلا؟ الله يجزيك الخير، هذا سؤال مهم جدا. الله يخليك. مثل ما حكينا، الطابعات البلاستيكية لازم واحد يدير باله، طبعا ما فينك انت تروح تعمل برينتينج بغرفة النوم مثلا، بده يكون الغرفة اللي عم تعمل فيها 3D برينتينج فيها فنتليشن، ويعني تدوير للهواء بطريقة جيدة جدا. في مواد ممكن تطلع شوية دخان يعني ضار، فواحد كمان لازم يقرأ على المادة. يعني مثلا انت اذا عم تطبع ABS، بتطلع فيومز، توكسيك فيومز، سامع شوي، فبده يكون عندك مثل ما حكينا تدوير هواء جيد جدا. والأفضل هي بشكل عام الناس يعني بتستخدمها بشكل عادي، هي صايرة مثل الإكس رايز، في ناس بتروح تعمل إكس راي كل شهر. فالبوليمر برينتينج ما في خطورة فعليا، إلا أنه أنت تكون يعني حاطط البرينتر بمكان فيه تهوية جدا، مشان إذا كان فيه يعني خلينا نقول بعض أحيان أنت إذا كنت معرف الطابعة بطريقة غلط، ممكن تحرق البلاستيك، والبلاستيك لما ينحرق أنت كأنك يعني مثل أي شيء عم ينحرق، ممكن يعطي هالدخنة هاي السامة اللي ممكن واحد يستنشقها تكون ضارة يعني. فبس ما في أكثر من هيك. طبعا إذا بنيجي على الميتال برينتينج، الموضوع أخطر بكتير، انه انت بالميتال برينتينج هذه بدها اكسبيرت يكون يعني عنده خبره جيده. اذا عم تتعامل مع باودر ميتال، يعني باودر معدنيه، فطبعا استنشاق الباودر المعدنيه يعني مشكله كبيره، فلازم طبعا اذا عم تتعامل مع ميتال برينتينج لازم تكون لابس يعني
قناع خاص فيه فلاتر، يعني مشان ما تستنشق أي ميتال باودر. وطبعا الخطورة الأخرى بالميتال باودر إنه ممكن يصير فيه انفجارات، إذا أنت ما عرفت تتعامل مع الميتال باودر فممكن يصير فيه انفجارات. هاي الأمور كلها طبعا إحنا يعني مع الزمن صرنا نعرف تماما كيف نتعامل مع هالأمور هاي. بس بالنسبة للطابعات الصغيرة اللي هي تنحط بالبيت، أنا ما بشوف يعني في خطورة إذا كنت أنت بس في تهوية جيدة بالبيت. الشهادات والرسوم طبعا هي أتوقع نعم لازم دكتور، سنشرح بعد قليل إن شاء الله على الشهادات والرسوم. بس في سؤال أيضا، ماذا أضاف الذكاء الاصطناعي للطباعة ثلاثية الأبعاد من تطوير، وما صحة الفيديوهات المتداولة عن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج أنسجة لحوم مصنعة قابل للاستهلاك البشري؟ يعني. أنا لأسباب أعتبرها أخلاقية ما حاولت أبدا إني أتعامل مع هذا النوع من الطباعة، سواء للأنسجة أو للشغلات اللي العلاقة باللحوم وغيرها. فهو صحيح موجودة في طباعة لأنسجة، في طباعة لأعضاء، هذا الشيء كله صار، في طباعة للحوم. بس أنا بكل تواضع ما عندي أي فكرة عن هالأمور هاي، ولا حابب أتعلم عنها أصلاً. اسمها بامبو البرينتر، أنا كتبت الاسم تبعها، أرجع أكتبه مرة ثانية. إن شاء الله السبيلينج يكون صحيح، يعني هي آخر حرف either O أو U. نعم دكتور ياسر، بالنسبة للسيرتيفيكيشن حضرتك ذكرتها، السيرتيفيكيشن موضوع البرينتر للأوبجكتس، يعني هي يعني حسب نوع الطباعة ولحسب الاستخدام، وفي هيئة مخصصة لمنح السيرتيفيكيشن لل 3D برينتر برينتينج أوبجكتس، ولا هي حسب اليوز طبعا؟ لا طبعا، هلا طبعا سباقة كانت لأسباب مادية هي دي ان في. ف طبعا مثلا انت اذا كان عندك مركز للطباعة فلازم يكون المركز مؤهل من دي ان في، الأجهزة لازم تكون معتمدة من دي ان في، والبروسيس نفسها اللي انت عم تستخدمها للانتاج، لانه في عندك ديفرنت تكنولوجيز، فاي تكنولوجي بدك تستخدمها لانتاج اي شيء للاويل اند جاز اندستري لازم يكون اولسو سيرتيفايد من دي ان في. يعني هي مثل الايزو صايره الدي ان في بس لل 3 دي برينتينج. طبعا هلا الشركات، أنا حكوا لي شيل والشركات الأخرى عملوا كونسورتيوم مثل حلف، عم يناقشوا في يعني بيتر، يعني طرق أفضل لأنه يصير في سيرتيفيكيشن لل 3D printed parts. تعرف أنت لأنه في قطع تستخدم بأماكن حساسة ممكن تنفجر، ممكن يكون فيها يعني ضغط عالي، هالأمور هذه كلها، أو ما يسمى بالإندستري بالفيتنس فور سيرفيس، إنه تتأكد إنه القطعة اللي أنت طبعتها هي جاهزة إنه تستخدم في هذا للاستخدام اللي صنعت من أجله. فهذا الموضوع موضوع توبك كبير. طبعا هلا كل الريسيرش الأبحاث اللي موجودة بال 3D printing إنه كيف إحنا ننتج قطع ما فيها internal defects، يعني ما فيها مشاكل داخلية بالقطع نفسها، بشكل إنه مثلا حطيت أنت كومبريسر وير لما تحطه بالمضخة بعد ساعة ممكن ينكسر، فكيف أنت تضمن إنه هاي القطع هي بجودة القطع اللي معمولها صب أو كاستنج؟ إنه أفضل طريقة للتشكيل معروفة هي الريفرنس تبع كل التصنيع، يكون عندك قالب وتصب أنت
المعدن المصهور في هذا القالب، بيطلع عندك بارت يعني بيرفكت ما فيه ديفكتس، السترينث اوف ماتيريال عالي، موضوع الفتيج وال يعني الارهاق للقطعه بيكون كمان جيد جدا. فكيف هلا اني كل الريسيرش اللي عم بيصير هذا الشيء اللي احنا عم نشتغل عليه، كيف احنا نوصل القطعه هي اللي مطبوعه طباعه ثلاثيه الابعاد بشكل انه تكون الجوده تبعها بجوده شغله نعملها كاستنج او صب. طبعا هذا نفسه له في له ديفرنت تكنولوجيز، يعني واحده منها الموضوع الاكس راي نفسه، يعني بعض الاحيان احنا بنستخدم المايكروسكوبس والاكس رايز لحتى نشوف اذا في انترنال ديفكتس ولا لا. تفضل اخ يونس. جزاك الله من فضلك دكتور، شكرا لك. من فضلك أريد أن أعرف حول البيوماتيريال المستعمل مثلا في مجال الطب، يعني المواد التي تلامس الجسد أو تلامس وتكون يعني تكون هيلثي، يعني هل تنصحون سبحان الله. بمواد معينة؟ طبعا سبحان الله، أول وأقدم المواد اللي هي اكتشفوا أن الجسم يتقبلها تكون داخل الجسم هي التيتانيوم، اللي هي مادة غالية يعني. فالتيتانيوم حاليا، أو مش حاليا، هلأ صار في شوية تغيير، صار طلعوا هي بايو كومباتيبل ماتيريال، يعني تلائم الجسم البشري، ولما عم تنحط ب داخل الجسم كزراعة الجسم عم يتقبلها، ما بيرفضها مثل باقي المعادن. طبعا التيتانيوم كمان ميزته انه خفيف كثير، فانت ما بتحس بالوزن تبعه. واهم ميزة له انه يعني بيقاوم الصدأ والامور هذه كلها، لانه احنا اجسامنا سبحان الله فيها سوائل بالداخل، انت اذا بتحط معدن ممكن يصدي، ممكن ينكسر طبعا مع الوقت، إذا صدى راح يصير الكسر سهل جدا. فهي المعادن عشان هيك استخدموا التيتانيوم، لأنه بيقاوم الصدأ بطريقة عجيبة وخفيف الوزن وبايو كومباتبل، الجسم بيتقبله هذا. هلا طلعوا مواد بعدين حتى بوليمر يعني مختلفة الجسم يعني يتقبلها. في سؤال أنا نسيت جاوب عليه، موضوع الـ Artificial Intelligence أو كيف الـ AI عم يستخدم بالطباعة. الـ AI فعلياً عم يستخدم بطرق كثيرة في الطباعة، بس أهم طريقة إحنا حالياً عم نستخدم الـ Artificial Intelligence فيها هي في التصميم نفسه، أو ما يسمى بالـ Generative Design. الـ Generative Design بكل بساطة، وهذا الشيء جميل جداً وممكن يستخدم في كل التخصصات، إنك أنت تعطي الـ Software الـ AI، تعطيه بارت تصميم معين، وبتقول له للـ AI خفض لي الوزن بمقدار 50%. فالـ AI بروح بيدرس هذا البارت وبيطلع لك منه تصميم جديد، هذا التصميم وزنه تقريبا 50% من الوزن الأصلي. طبعا في طرق، لا طبعا بيشوف شو الأماكن اللي فيها مواد ما لها داعي، ما فيها إجهادات معينة، ما فيها ستريسز، وبيشيل هاي المواد، فبيطلع لك انه موجودة حاليا عم تستخدم كتير. طبعا شو الهدف من هذا الموضوع؟ لما تخفف الوزن انت عم تخفف الوقود المستخدم، سواء لطائرات لسيارات كذا، لما يصير وزن السيارة او الطيارة اقل، فالمحروقات الوقود المحروقة هاي بتكون اقل، هذا بيخفف الانبعاثات الموجودة في الجو. هذا جزء من يعني من الأجزاء اللي يستخدم فيها الـ Artificial Intelligence. الجزء الثاني اللي هو حاليا عم تستخدم روبوتات بالـ 3D Printing. أنا واحد مثل ما حكيت لكم، يعني إحنا عملنا انستوليشن لواحد من هاي الروبوتات موجود معنا. في كثير شغلات ريليتد للـ AI بتزيد الدقة تبع الروبوتيك أرم، لأن الروبوتيك أرم لما يتحرك بده يكون دقيق جدا وين يحط المعدن أو وين يحط البوليمر. ف بالنسبة ل بسموها البوزيشننج والاكيرسي اوف ذا بوزيشننج، هاي كلها الاي اي بيعمل فيها شغل كمان جيد جدا.
أخي يونس، لسه عندك أسئلة؟ تفضل استاذ يونس، تفضل. جزاك الله من فضله، سؤالي واحد فقط. تفضل. في تجربة لبعض الطلبة قاموا بطباعة بعض الترس الجير الصغيرة البلاستيكية التي تركب في بعض الميكانيزمات وتكون يعني لها إجهادات كبيرة. البي ال اي والاي بي اس ما يتحملوا القوة والضغط. يعني لو تنصحنا يعني إن كان هناك يعني ماتيريال من نوع البوليمر البلاستيكي آخر يستعمل في 3 دي برينتينج، مع العلم أنه يستعمل الفيبر دو كربون كربون فايبر. كنت بدي احكي لك الكربون فايبر شوي غالي، نعم بيعطي بس يعني مقاومة جيدة، يعني قوة المادة نفسها السترينث اوف ماتيريال عالية فيها. في مواد مختلفة، بس انا شخصيا بحس انه التروس لما تتساوى من بلاستيك فالهدف تبعها هو سيفتي، يعني الامان فيها، انه لما يصير في مشكله انه تتكسر التروس احسن ما يتكسر شيء ثاني. فهي بسموها ديزاين تو فيل، يعني هي تم تصميمها لحتى تكون اول شيء يعطل في الجهاز، لانه اذا عطل شيء اخر قد يكون اغلى بكثير من هذه القطع. عاده هي طبعا في حسب الجهاز وحسب الديزاين تبع الجهاز. عادة لما تكون من بلاستيك بيكون الهدف منها هي أصلاً ديزاين تو فيل. أنا يعني اشتغلت على هيك أمور، إنه بشكل إنه لما يصير أي عطل أول شيء يخرب هو الجيرز، لأنه ممكن أنت it's much cheaper than يعني other parts. دكتور، ممكن نتحدث؟ تفضل تفضل تفضل، معك صلاحي، تفضل. دكتور من فضلك. يعني حالة ما يستعملوا الفايبر كربون، لو يستعملوا يعني ماتيريال آخر غير البي ال اي والاي بي اس، فيه نوع من مادة أخرى تشبههم مشابهة لهم. المشكلة إنه أنت الطابعة اللي عندك هي طابعة عادية ولا طابعة، لأنه بتعرف أنت في مواد، أنا ممكن أحكي لك هلا مواد بس ما بيمشي إنه تنطبع على الطابعات الصغيرة. نعم يعني إحنا هاي الطابعات الصغيرة مثلا في عنا اللي هي التكنولوجيا تبع الـ FDM، أنا عندي ماشين حقها 250 ألف دولار، نعم هذه بتطبع مواد قوية جدا، بس ما يعني صعب إنه واحد يشتغل عليها يعني لأنه غالية جدا. وكل ما كانت بتطبع مواد قوية كل ما كان طبعا البرينتر غالي. انت تصور انه انت الطابعات العادية الصغيرة هي 1200 دولار، هي اللي هي بسموها ديسكتوب برينترز. البرودكشن برينترز الكبيرة اللي هي عن جد فينك تروح فيها لهاي تمبريتشر تطبع فيها يعني هاي سترينث ماتيريالز بوليمرز، هذه غالية مش رخيصة ابدا، وكله بالنتيجة أنت بتشتغل سوليد ووركس. ممكن تعمل عليه شوية سيميوليشن تشوف أنت، يعني أعطيك مثال، مثلا أعطيك في شيء اسمه البي سي أيزو، في شيء اسمه الأي بي إس بي سي، هاي الماتيريال أقوى بكثير من الأي بي إس اتسلف، هاي ممكن تستخدمها طبعا. شكرا لك دكتور، شكرا. يعني دكتور، هل ممكن مستقبلا قريبا نشوف سيارة ماشية على الأرض كلها 3D printer، أو بيت مع العفش الأثاث كله 3D printing؟ وحتى سمعت وقت أنه في ناس عملت الطيارة ب 3D printing. يعني هلا كله بمعنى انه ان وين جو يعني صعب، بس هلا في عندك بيت برينتد، كونكريت برينترز موجوده، صار في بيوت 3 دي برينتد، في عندك كارز البودي تبعها الجسم تبع السياره كله 3 دي برينتد، هذا كله موجود. شو الفرش كمان في عندك فرش، بس انه هيك انه تحط انت بكبسه واحده يطلع عندك كل شيء، هذا ممكن يكون اذا الله احيانا يعني ما بعرف، بده وقت يعني، مو بالقريب العاجل يعني. يعني أنا بتذكر أعطيت محاضرات يمكن من
ما يقارب ال 15 سنة. لما كنت أحكي بهذاك الوقت كانت الناس تفكرني عم بحكي خيال، بس كل اللي كنت أحكيه بهذاك الوقت صار حاليا اوريدي، صار كله يعني. أنا هلا صار في عندك جلكم الله، صار في أحذية 3D printed، هذا الحكي كنا نحكيه زمان. الفود صار في كثير شغلات 3D printed. طبعا ال 3D printing كمان أنا ما حكيت هالموضوع، هو بيمشي جنبا إلى جنب مع السكانينج. فال 3D scanning كمان له دور كبير إنه يخليك تعمل كثير شغلات related لل 3D printing. فهذا الكلتشر كله تبع التصنيع، تبع البيع، تبع الماركتينج، كله بيتغير يعني، عم يتغير حاليا. تمام دكتور، بس عوضا على اخر نقطه، موضوع السكاننج والبرينتينج. اذا انا السيتي سكان على مجسمات معينه، يعني فنفرض انا الصناعه النفطيه مثلا، هل ممكن نعمل برينتينج بالرمل مثلا او بالشيل، بحيث انك تعمل مجسم لطبقات الارض في ب 3 دي سويناها برينتر يعني؟ لا مثلا في بعض التطبيقات مثلا موضوع السي سي يو اس، انه حقن الغاز مثلا بالطبقات الارضيه، فممكن يكون هذا كتير يعني تطبيقاته يعني مفيدة بهالموضوع، بحيث تعرف حتى مثلا السي تي سكان، موضوع البوروسيتي البرميابيليتي، القصص هي كلها ممكن تستخدم سي تي سكان وتطبقها بموديل او ببرنامج كاد، وممكن بعدين تطبع مجسم كامل للريسيرفوار عندك تحت الارض. دكتور أحمد، هذا الشيء سويناه موجود. بدي أجمعك مع تمام دكتور، دكتور، في عنا دكتور اسمه توماس، هو جيولوجي عنا بالبتروليوم انجينيرينج ديبارتمنت، لازم أجمعك فيه. هو عنده حتى ما شاء الله عنده سي تي سكانر، فاشتغل كل هالشغل هذا. هو اللي كان يحكي لي عن هالأمور، أنا ساعدته شوي بال3D printing، بس هو مختص بالجيولوجي اشتغل كثير على طبقات الأرض والبوروسيتي والشغلات اللي بتصير يعني، فهو قاطع شوط لا بأس فيه بهذا المجال. كمان شوي قديم هذا الحكي، just يعني for your information. نعم دكتور، بارك الله فيك، جزاك الله خير. في مداخلات أخرى حبة الحضور؟ إذا ما في مداخلات حتى إن شاء الله نختم المحاضرة. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وشكرا، واعذرونا على أي تقصير صار. جزاك الله عنا كل خير، بارك الله فيكم. سعادة الدكتور ياسر الحميدي، مدير المختبرات العلمية في جامعة حمد بن خليفة في قطر، بارك الله فيكم على هذه المحاضرة الأكثر من رائعة، ونسأل الله أن يكتبها لكم في ميزان يا رب حسناتكم. يا رب، الله شكرا خير. لكم، شكرا لكم، شكرا السلام دكتور، عليكم، حياك الله. نعم مع أحبتنا السلامة. الحضور، ننتقل سوية لشرح طريقة الحصول على شهادة هذه المحاضرة، وتم وضع الروابط في الصندوق الدردشة الشات لمن أحب أن يدخل مباشرة لها، وسنقوم إن شاء الله سوية بشرح طريقة الحصول على الشهادة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر مباشرة لنا بهذه الصورة الواضحة أمامكم، ولمن كان عضوا من أعضاء المنصة فبإمكانه الضغط على تسجيل الدخول، فيطلب منه كلمة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ومن ثم ينتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة للمنصة. أما لمن لم يلتحق بعد بركب المنصة فبإمكانه الضغط على زر سجل مجانا من أسفل الشاشة، وسط الشاشة يضغط على زر سجل معنا، ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال وكلمة مرور وتأكيدها، ومن ثم اختيار الدولة التي نحن فيها. بعد ذلك نضغط على زر التسجيل، تقوم المنصة بإرسال رابط على البريد الإلكتروني، وبمجرد الضغط على هذه الرابط على هذا الرابط ونؤكد المعلومات نصبح أعضاء رسميين في المنصة. وهناك أيضا شرح مبسط لعملية التسجيل مرفقة في هذه الصفحة. بعد ذلك أحبتنا الكرام، ننتقل
إلى الصفحة الخاصة أو صفحة الواجهة منصة أريد أو ما يسمى بالحائط الذي تشاهدونه أمامكم. نختار من الزاوية السفلى اليمنى نظام عليم. نختار نظام عليم. بعد ذلك ننتقل أحبتنا إلى أقسام نظام عليم والتي تشاهدونها أمامكم. نختار منها المحاضرات القادمة. تظهر أمامنا جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله في الأيام القادمة. نختار منها المحاضرة التي نحن بصددها، الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها. نعم أحبتنا الكرام، تظهر الصفحة الخاصة بالمحاضرة. تجدون قبل ذلك زر مكتوب عليه التسجيل، نضغط عليه ومن ثم نحدث الصفحة فتظهر الروابط الخاصة بتحميل الشهادة. فمن أرادها باللغة العربية فبإمكانه الضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية، ومن أرادها بالإنجليزي فيضغط على الرابط الخاص باللغة الإنجليزية. بعد ذلك نقوم بتحميل الشهادة، وهذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار، وهذه الرسوم هي لاستمرارية المنصة. وإليكم أحبتنا الكرام النموذج الخاص لهذه الشهادة، هذه بالنسبة للغة العربية وهذه بالنسبة للغة الإنجليزية. ولمن كان يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد فبإمكانه الضغط على علامة الزائد من أعلى الشاشة اليسرى، علامة الزائد. ننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بطريقة تعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق، منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية أو عبر البايبال أو شركاء الحوالات المالية. وبإمكانكم أن تجدوا أن لكل دولة شريك للمنصة. وهناك أيضا فيديو مرفق لعملية طريقة تعبئة الرصيد. أيضا أحبتنا الكرام ننوه أيضا إلى أنه سنقوم إن شاء الله برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب، وهذه هي الصفحة الخاصة، تجدون فيها جميع المحاضرات التي قدمت في المنصة. هذه هي جميع المحاضرات والورش واللقاءات التي قدمت في المنصة. نعم أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه المحاضرة الرائعة التي كان معنا فيها الدكتور ياسر الحميدي، والتي قدم لنا فيها محاضرة رائعة بعنوان الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها. وإن شاء الله نلتقيكم في لقاءات تتجدد، وإلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.